ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. ويا ترى كم بيضة قليتين؟ بالعدد 5 بيضات. أنا وانتين 2، صالح وصلاح هي 4، وليش البيضة الخامسة؟ شكلك نسيت بتك الخامسة، صالحة. صالحة أدري بها ما تاكل بيض. إي يمكن صلاح ما تكفي بيضة واحدة. بلا هرار زايد، انتين لازم تبين خسريني، نفس قفشة ملح ونص قلاص دهن، والبيضة الخامسة فوق مخسارة. صل على النبي يا أبو صلاح. صل على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وجيبي هالبيضة خلنا نوديها بسلام. هذا حكي جابر، لازم نشوف له صرفه حتى نزيد عليه الأجار. ينبي إلي أعطيه عيون الحمراء، مأجرنه بيت تسرح فيه الخيل، وبس يعطيني هالبيزتين. اهلا وسهلا ابو صلاح، وش الاحوال؟ الحمد لله بخير. حياك حياك، تفضل تغدى ويانا. انا جايينك بحكوه سريعه وما ابي اكلف عليك. امر عسى ما شار. انا جايينك باختصار ابي اجار البيت، وراي مصاريف الجهال والبيت، الى متى اصبر عليك؟ وش تقول ابو صلاح؟ وقررت من الشهر الجاي ازيد الاجار، سمعت؟ انا انشغلت ويا زوجتي واولادي، ما يصير تزيد علي الاجار. انا مو ملزوم بعدارك، وهذا حلالي وانا وراي مسؤوليه. اذا بترضى باللي قلته
على عيني وراسي او شيل قشك واطلع. اطلع من البيت؟ صل على النبي يا ابو صلاح، ما بين يوم وليلة تبي تطلعني من البيت؟ نعم نعم، البيت بيتي وانا حر فيه، اصلا انا ماني راضي بالبيزتين اللي تعطيني اياهم، البيت يجيب اكثر، تدري؟ اطلع من البيت وبلا مشاكل، الشراي جاي وروح كمل غداك، يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله، ويش فيه صاحبنا مشطب؟ ويش اسوي الحين؟ وين اولي؟ وين اروح؟ ويش الدبرة؟ ام صلاح، يا ام صلاح. هلا هلا ابو صلاح. امر، وليش مخلي القدوع مفلوت برا؟ كانت من شوي وياي جارتنا ام علي. وين هي راحت ام علي؟ راحت بيتهم، بعد وين بتروح؟ وليش هالقدوع مفلوت برا؟ لازم يروح بيتهم. ادري، قلت بغسل المواعين اول بعدين بوديهم بيتهم. عاد لا يروح بيت ام علي، يروح بيتهم في الفلاجة. بارك لي يا ابوي، حصلت الليسن. من وين عندك البيزات؟ من سلفنها من صديقي. مبروك يا ولدي على النجاح. يلا روح لاوش تحارس ابوي. مصلاح، ام بشتري سيارة. يا مصلاح، وبي شوية بيزات من عنده. الظاهر ما تسمعني هاي مصلاح. مصلاح، هذا اذا صاب ركب السيكل ابو صلاح برق قلبه عليه. وش تبيني أسوي عشان هو يقتنع وما يطردني؟ لا تسوي شيء، بس أنت ما قلت أنك ملتزم بالدفع كل شهر؟ ولا شهر تخلفت عن الدفع، بس هالمرة قلت له صدني ظرف مع زوجتي وتأخرت يومين. بس يومين وقالب عليك الدنيا فوق وتحت؟ البخل عام عيونه. لا تشيل هم، في غرفة في البيت، وتعال أنت وأم العيال إلى ندبر حالك. خيرك سابق وما تقصر. أبوي، نبي كمبيوتر جديد. وهذا الكمبيوتر وش فيه؟ يبند وشير. وليش؟ خراب. توه جديد يا أولادي. قديم. يا صالح يا صالحة، الكمبيوتر صالح؟ غير صالح. لا ترفعون صوتكم، يلا كملوا مراجعتكم. ابو صلاح، اخوك يا ابو صلاح. هلا اخوك. هلا. ويش جهزت غيوقه؟ ام صلاح، زايد نص بيضه. صلاح جيبي ياك الروتيه. صالحه جيبي الاسماط، عمش جاي تريق يوني. ها اخو قول امر. تدري اروح اشتري لي سمبوسه وشباتي، اشرف لي من غيوقه. لحظة لحظة جاي. نعم يا ولدي، وش تبي؟ امي مطرشتني اشتري طماط، ابي بيزات من عنده. طماطه توي ساي منه عند الخضار زايد سعره،
روح قول لأمك ما يحتاج تخلي طماط في الطبخة، ما احنا مايتين إذا ما أكلنا طماط، خلي يخيس عندهم ولا ناكل هالطماط إن شاء الله. ها وش عندكم يا ولادي تساسرون؟ ابوي عقب يومين بتبدي المدرسة، ام بشنطة جديدة وجوت رياضة. ابوي انا بروح صف ثالث ابي. بس نشتري السوق بكبرها احسن. اتفاكون ابوكم عنده مال قارون. من هو قارون؟ جارنا. ما عليك من قارون يا ولدي، اسمع روح قول لامك تطلع الجوتي والشنطة مال العام، بعدهم قواي ويصلحون اليك، واذا ينبي ليهم خياط قول لامك تخيطهم. وانتين يا بنتي الشنطة مالت العام ما مداها اختربت، والجوتي مالش الى الحين فيه قوة. اتعلموا يا ولادي مو زين الاسراف. ان شاء الله ابوي. خلاص تعبت، ما اقدر اعيش وياك في هالبيت. حرام عليك تكسر بخاطرهم وبيزاتك مو شوي. الله عاطيك الخير والخيرات، عشت وياك كل هالسنين وصبرت عليك وتحملت المر والمرار منك، بس عيالنا ما يقدرون يتحملون، حرام عليك تسوي فيهم كذي. انا حرام علي وحرم منكم من كل شيء، حرام عليكم انتون كل هالخير ومو تارس عيونكم، معيشنكم احسن عيشه. الله والعيشه. بس انتون ما تحمدون ولا تشكرون. استغفر الله رب العظيم، لا ولك عين بعد تتمنن علينا. الحمد لله رب العالمين، الله ساتر علينا. لو ما الفلوس اللي تدخل علي من الخياطة كان ولادك ما لبسوا الخياش. وقولي بعد هالبيت بيتش وانتي اللي تصرفين على عيالي. لا تقول أولادك، لو أولادك صدق ما هانت عليك حسرتهم عشان جنطة وجوتي. خلاص ما أقدر أتحمل أكثر من كذي، باخذ عيالي وبنهج من هالبيت وبخلي لك البيت اشبع فيه. والله حولها النسوان ما يبين في عيونهم شيء، لكن مرضها بتندم وبترجع غصبا عليها. تصدق يا جابر اكثر واحد يضيع فلوسه البخيل. لا يضيع حولهم يحزنون. اي نعم البخيل يضيع بيزاته بدون ما يدري. خلي يصرفها اول عشان يحس. البخيل ما يرتاح دائما باله مشغول. صح. ولله ميراث السماوات والارض، إذا عرف هذا الشيء أكيد بيرتاح. أم صلاح، أم صلاح. أم صلاح. أم صلاح. اوه تعال هي طلعت حردونة. يا اخوك مستحيل تحصل مرة مثل ام صلاح. انا ما قلت لها طلعي من البيت يا اخوك. بس تصرفاتك وياها اقول لها طلعي. اقول لك ما قلت لها طلعي. ولا اخو وياك يا اخوي يا ولد امي وابوي، والله جننتني. ادري ما قلت لها طلعي بس تصرفاتك وياها معناته طلعي. وش تباني اسوي لها؟ تباني اشتري لها سحارة طماط حتى ترضى عني؟ طماط يقول خد لها فراولة، كرز، همبا، خليك رومانسي يا اخوك. صل على النبي يا اخوك، من وين اشتري ليها الفراوله والهمبا؟ اخوك لا تنسى الكراز. لا تتدخل في حياتي الخاصه. انا اخوك وحب مصلحات. لا مشكور. عجل مصلاح الاجوديه ابخل عليها. يلا اخوك مع السلامه، بروح استلم بيزات الاجار. Thank you.
هلا هلا بالعزيزة، جبت شبيتش الجديد يا الغالية. مع السلامة يا عيوني، أشوفش الليلة على خير. آه يا قلبي آه، روح على أهلي آه، وإيش أسوي في عمري الحبيب؟ عسى ما شار، وش فيك تصارخ أبو صلاح؟ من هو أنت وكيف عرفت اسمي؟ وش دروك أنا هني؟ خلك مني أنا وإيش أسوي؟ أنت وش سالفة؟ أكيد أنت اللي بكت بيزوتي، أكيد أنت الحرامي. الله يهديك، شفت بايو قعلم على بوقته. عجل انت وش تسوي هني؟ اكيد انت تراقبني وانا اجي هني. ما هقيت اخسر حلالي بهالسهولة. حلالي وشقى عمري دفنته هني واويلا. عندي لك حل يريح بالك ويهدي اعصابك. كيف بترجع حلالي؟ انت تعرف البايق؟ قل ليها منهم بروح افقصه. لا ما اعرف البايق، انت حين تيسر وباكر تعال هني وبتشوف حلالك. جفوني النوم، أي نوم أقدر أنومه؟ كيف هالرجال بيرجع حلالي؟ ساحر أو يعرف الحرامي ولا رضي يعلمني؟ صدق الرجال حلالي موجود. هذه بيزاتك يا ابو صلاح. صحيح هذه صخرة ما لها قيمة، وذيك بيزات ثمينة وغالية على القلبه. آه يا قلبي، بس انت ما تستعمل البيزات غير انها مدفونة هني، رايح جاي تشمشم فيها بس. آه يا روحي، وتخاف عليها اعظم من عيالك. آه يا حياتي، وهذه الصخرة تأدي لك نفس الدور، يوميا تعال لها صبح ظهر ليل وشمشم فيها ومسح عليها. حياتك مو تشنشنها هني، حياتك عيش فيها ويا عيالك. ام صلاح ما عودة شنشن. بيزاتك يا ابو صلاح مثل صخرة مدفونة. ويا ترى كم بيضة قليتين؟ ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور،
بصنا في البشار هاي الدنيا ألوان. إذا يروي الدهر حكايات السماء تلاقي بكل سطر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحار لك يضوي الجمر